أحسن الله إليكم. في سورة البقرة قدم الله سبحانه وتعالى وكذلك في سورة إبراهيم نعمة الأمن على نعمة الرزق، فهل من توجيه حيال ذلك؟ نعم، لأن الرزق لا يتلذذ به مع الخوف، لا يتلذذ بالرزق مع الخوف، إنما يتلذذ به مع الأمن، فلذلك قدم الأمن على الرزق. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. دعا أولا بالأمن ثم دعا بالرزق، لأنه لا يتلذذ بالرزق إلا مع الأمن. نعم.